ان شاء الله. ما تطمح انك تقدم تلفزيون عيسى؟ والله ما ابي اصير بتاع كله يعني، اصير مذيع مغني شي، خليني على طريق واحد عرفتي. انا بس بمسك الغنى الحين، انا ما اصلا ودي ما امثل، بس انا شفت المكان اللي انا بروح مثلا المسرح انه هم اقدر ان احبب جمهور المسرح فيني، وانه يكون طريق هم غنى فيه من ما انه مسرح غنائي وبس. انا بكتفي بالغنى، ما اقدر انا مثلا اصير الحبلين العب مثلا مغني وممثل، مو حلوه. انا اكتفي بشخصيه واحده وجمهورك طبعا اكيد انت. بس على فكره ستار اكاديمي هو مجال حق يعني صقل جميع جميع المواهب اذا تكون متوفره فيك، واعتقد ان انت متوفر فيك هذا، واحنا شفناه من خلال يعني رايماتك وايد في ستار اكاديمي. عندك الطاقه وانت خصوصا محب لهذا الفن.